حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتاده قال اخبرنا الحسن مثله